Fatwa-fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu as-sa'il min al-Maghrib, ما توجيه معاليكم في من يقول إن الرد على المخالفين سواء من أهل السنة أو من أهل البدع بالأساليب الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة من طرف العلماء الربانيين وطلبة العلم المتمكنين أنه من أسباب تفرقة الكلمة؟ لا، هذا من أسباب جمع الكلمة، لأن بقاء المخالف على مخالفته هذا يفرق الكلمة، أما إذا أرشدناه بينا له هذا مما يجمع الكلمة. والرد على المخالف هذا من سنة الله وسنة رسوله. الله جل وعلا رد على المشركين وعلى الكافرين وعلى المنافقين، اقرأوا القرآن تجدون ردوده عليهم لأجل دحض شبههم ودحض، هذا من المصلحة. أما أن نتركهم فهذا مما يسبب انتشار الباطل، سبب انتشار الباطل. ولكن كما قال السائل لا يتولى الرد إلا أهل العلم الذين يحسنون الرد. نعم.